بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها خير بيت من المسلمين وتركنا فيها الذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم